والجمعية لأنه إيه الطريقة تدبيرية والحكامة باش تجي للشركة الرياضية، أما الجمعية هي الأصل، الأصل هي الجمعية والشركة هي التسيير. دونك يعني إلا خرج اليوم بدون جمع عام، لأنه كما قال السي البروفيسور جوج طرقات، يا إما كاين لجنة ما كايناش، ما لا مقتدر ولا ما كاينش رئيس، ما حدش اللائحة والأحكام القانونية التالية 2018، والنقطة الثانية المرتبطة بلجنة موقتة، ما كاينش لجنة موقتة، تكون هو المخاطر المباشر مع حنا الجامعة، كان لجنة القانون العظيمة خدام، وكان في العامة لا شي مدرب، ولا مع الأسرة الاحترافية كذلك خدام، خصها تعطيه وقت القوة كاملة. ما يكونش عندها مخاطر، واش نخالفوا المنخرطين؟ ما يمكنناش نخالفوا المنخرطين. إلا هو منخرط يعني راه هو جمع العام ديالو، صحيح الآن كجامعة كعصبة احترافية نخرجوا اليوم. بما كاينش رئيس لجنة وقتها في الداخل ديالو، اللي غتكون المخاطر ديالنا وديال الوصاية وديال تخدم الفلوس وتمشي للجمع العام العادي ديالها، يمكن من رئيس من خارج السفارة، السيمانة الجاية الرئيس وجاي مشروع عنده فلوس ويبقى الفرع. أسيدي يديروا جمع عام، هذا الرئيس لجنة مؤقتة وهو يدعي الجمع العام. أضرب كم مخصص حمل المسؤولية ديالها، أنا مع أن الرئيس ديال الشركة يتحمل المسؤولية ديالو ويعمل يكون مع الإخوان وتكون واحد لجنة مصغرة لعل وعسى تقدر تخبط. هذا الشيء كما قالوا الأصدقاء هذا الشيء والله إلا مدبر، لأن كاين صراعات خفية، هذا كيحفر نهار. والله ما تطلع على الاتحاد الا ما تنحاتش هاد الصراعات جانبا، واللي غادي حنا نحيا الصراعات وغادي يدخل خيط ابيض بين هي السلطه، السلطه كما قال الاخ ما خصهاش تبقى في دور المتفرج، والمنتخبون هذا بعد النهار هذا غادي يبقى وصمه عار على هذا المنتخبون، لان المنتخبون ديال المدينه راه ماشي التدبير الشان اللي حد هو تعلي الضوء في الزنقه، راه القطاع الرياضي والقطاع الثقافي شنو عملوا لهاد المدينه؟ والسيد كي كيسير المدينه كيعرض عليك 50 مليون، شنو غتعمل 50 مليون؟ لازلنا كنسميو بنادم وكنطلعو في لايفات وكنفرشو الورود من الطريق من عباد الله، اجا كبير ديالك جبر الاتحاد طنجة، اجا غير مي خصو يجبر الاتحاد طنجة في هاد الظرفية، خصو يكون عارف الخنز اللي واقع بها غير اللغة اللي كنقول لكم، ماشي انا غنمشي لعندو رغبة ونقول له اعرف كيفاش يجبر الاتحاد ولا ما جا عملو شي مشروع ديالو، في الاخر العام يقول له سيدي قلتي نجي، انا ما كنتش ماشي، عملت لكم بليزير. الا خصو يدخل في مباراة تاع حضرة جبهة الضربية هادي خصو يكون عارف على شي هادشي، ماشي خوات بيا جهة وخوات بيا جهة وخوات بيا جهة، هاد المدة اللي حنا كاملة وكنمشي كنمشيو بعباد الله وكنطلبوا من عباد الله يجي يشوفوا لنا الفرقة ديالنا، رجعنا كنسعاو إلى عباد الله حنايا، فين هما هاد الناس هادو؟ ماشي واحد فيهم؟ وتقدم شي واحد فيكم زعما، فين هما ديك اللايفات ولا ديك الأسماء اللي كنتي كتسميونا والناس، ماشي واحد الساعة 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 العافية، حشومة صاحبي حشومة، الواحد يكون عنده يشوف من نفسه صاحبي، هنا لما صعب تشوفوا من الفرقة كنهاودوا الشارع، علاش؟ هنا الشارع كنتخبعوا شي مكرر هنا وغنعاودوا للشارع، حيت هادشي هذا ما تيخصوش سيدنا، هاد راه فرقة تاعنا طنجة غير طنجة الكبرى صاحبي، اديس وطنجة صاحبي، هاد الناس كاملين اديس وطنجة. بخصوص الجمع العام اللي كينعقد حاليا، احنا كنا نمني النفس بوجود رئيس ونسهلوا المأموريه ويدوز الجمع العام في جو ايجابيه سدوه التفاؤل، فاذا به وجدنا انفسنا امام غياب اي مرشح لقياده سفينه البوغاز نحو بر الامان. اللجنه ديال المسيره للجمع العام مشات النقطة الثانية في جدول الأعمال اللي هي نقطة قانونية، ألا وهي تكوين واحد اللجنة مؤقتة. هذه اللجنة المؤقتة لاقت معارضين ومؤيدين لها، القانون يفرض وجود أو انبثاق واحد اللجنة مؤقتة عن هذا الجمع العام، سواء كانت لتصريف الأعمال لمدة محددة، المهم على أنه يكون هناك واحد مخاطب رسمي مع السلطات الولائية أو الولاية أو اللاعبين أو المدربين إن شاء الله، من أجل ترتيب شؤون الفريق خلال الأيام القليلة الماضية، في انتظار يقود شي واحد ويعبر شي حد من أبناء مدينة طنجة على الرغبة ديالو في قيادة الفريق مستقبلا إن شاء الله. السياسيين أول مرة غيتصفوا بين تلقى من اتحاد طنجة سابقا، شكون اللي يقدر يفوق الفرقة هو أبو سعد، اتصلوا به أبو السيد قالوا أنا موجود ماشي مشكل، شافوا الماضي أخبار رسمية اللي خرجت غادي يعاونوا واحد المقدار ديال الفلوس، وهو غادي يعاون من عنده من البارح لليوم، عملوا مع اجتماع السيد اللي على لسان الابن ديالو قال لك اسيدي هو عنده 500 مليون من الجيب ديالو ابو سعد باش يدير مارفر، قال لك انا خاصني الفلوس، اما بحال قالوا السير، عرفتوا شكون كيعرف السير هنايا؟
الفرقه خصها الفلوس. الفلوس ماشي واحد غيشوف التجي ديالو، الفرقه ماشي واحد، الفرقه ديال المدينه كامله وديال السلطه. يعني هادو بحال السيد كمنتخب راه ما كاينش بحال غير الضوء والوطن، راه كاين الرياضه كاين الثقافه كاين الشيء كاين كلشي. خصها الفلوس صحيحه. شحال جمعوا 50 مليون صباح 50 ساعه. ما يقدرش يجي سي راسو العافيه. يعني انا نقول اي واحد انا كامل بينا حتى واحد يقدر يتحمل مسؤوليه. مخير فينا انا شحال 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 في راس بلاد انا نقول عندي ولاد فرطان، راه خصها الفلوس. اذا ما تحملتش السلطه المسؤوليه ديالها ما تحملوش بلا مسؤوليه. جميع انواع الشتائم. حاولنا ما امكن الجمع العام هذا يتعمل قبل فتره الانتقالات، ما قدرنا نوصلوا له الا 11 يناير. جراو الاخوان كيفتحوا على الرؤساء، مشاو عند خمسه ولا سته الناس، جبروا شخص واحد هو اللي كيتجاوب. اليوم كنتفاجئوا بان السيد ما كاينش. المنخرط سمع اللي سمع، واليوم تسالى الدور المنخرط، ماشي شي واحد يحاسب المنخرط. اللي باقي خصو يتحمل المسؤوليه ديالو هما الناس اللي كياكلوا من هذه المدينه، هما اللي خصهم يتحملوا المسؤوليه ديالو. السلطه كذلك خصها تدخل بخيط بيض بحال اللي قالوا الاخوان. راه صافي قد بلغ السيل الزوبه، عينا صابرين. اذا كان القرار هو ان الفرقه هذه تغبط، قولوا ان صراحه ما عرفوا شنو كاين. اما اذا غنبقاو نلعبوا مع بعضنا رجعوا خطوه لورا بلاتي شوفوا فلان يرجع فلان لا. لجنه مؤقته 15 يوم فارت الهويه، فترة الانتقالات بدات، حنا ما نبقاوش نلعبوا. تحملوا المسؤولية ديالكم كاملة، المنخرط اللي عليه عملوا. السبب